أهلا وسهلا فيكم بقناة أربيان سوشي. فيديو اليوم عن طريقة تحضير فطاير بالجبنة والزيتون بعجينة كتير هشة وطرية. تابعوا الفيديو لتشوفوا الطريقة. المقادير هي: طحين الخبز 250 جرام يعني 2 كوب تقريبا، خميرة 7 جرام يعني معلقة صغيرة ونص تقريبا، حليب ناشف معلقة كبيرة، سكر معلقة كبيرة، ملح 5 جرام يعني 3 ارباع معلقة صغيرة تقريبا، زيت نباتي معلقتين كبار، مي 150 ميلي لتر يعني 3 ارباع كاسة تقريبا. أول شي بنحط الطحين بزبدية كبيرة، بنحط فوق الملح والسكر وبنخلطهم منيح. بعد ما نخلطهم بنضيف فوقهم الحليب الناشف ونرجع بنخلطهم مرة تانية. فيكم تستبدلوا الحليب الناشف بحليب سائل، بس بهالحالة لازم تعدلوا كمية المي. بعدين بنضيف عليهم الخميرة وبنحرك. وقت نعمل عجين أهم شي نخلط المواد الجافة أول، بعدين بنحط المواد السائلة. وهلأ بنضيف نصف كمية المي اللي عنا وبنحرك شوي. لازم ما نضيف المي كلها دفعة واحدة، بنشوف العجين إذا بده مي ومنضيف عليه شوي شوي. إذا بدكم تستعملوا حليب سائل بتضيفوه بهالمرحلة، ومنعدل كمية المي بنخليها ربع أو نصف كاسة حسب حاجة العجين. نحركهم شوي، بس يبلشوا يتماسكوا عنا بنبلش نعجنهم بإيدنا. بنعجنها شي 5 دقايق تقريبا. وبعد 5 دقايق من العجن بس يصير شكل العجينة هيك عنا، منضيف الزيت ونرجع منعجنها لمدة 10 دقايق تقريبا. بدنا العجينة تطلع معنا طرية، لهيك لازم تكون كمية المي فيها منيحة مشان تطلع معنا طرية وقت الشوي. وإذا كانت قاسية ونحن عم نعجنها منضيف عليها شي معلقة كبيرة مي أو أكتر. وهلا بس نخلص عجن بنغطيها منيح مشان ما تنشف، وبنتركها لمدة 30 أو 40 دقيقة. إذا كان الجو عندكم بارد كتير فاتركوها لمدة 40 أو 50 دقيقة تتخمر بحرارة الغرفة. وهلا بعد ما تخمرت العجينة هيك صار شكلها عنا. بعد ما تتخمر لازم إذا كبسناها ما ترجع. وهلا بننتقل لمرحلة التقطيع. بنفرد العجينة على شكل مستوي تقريبا، بعدين بنقطعها لقطع بوزن 50 أو 60 جرام. إذا طلعت القطع عنا صغيرة بنضيف عليها قطع صغيرة شوي شوي، بنخلي هاي القطعة لتحت. وهلأ بنعملها دوائر بدون ما نضغط عليها بقوة، ولازم الوجه اللي فوق يضل فوق يلي تحت يضل تحت، يعني بنحركها بشكل دائري وأفقي. بس بنطلع فقاعات الهواء اللي فيها كمان. بنعمل كل القطع بنفس الطريقة. أنا ساويت القطع كلهم بوزن 60 جرام فبيطلعوا 7 قطع. إذا بدنا نشتغل فيهم فورا بنرجع بنريحهم لمدة 10 دقايق أول، بعدين بنشتغل فيهم. وفينا نحطهم بالبراد بس لازم نغطيهم منيح، بيضلوا بالبراد لمدة يومين أو ثلاثة. وهلأ بعد ما ريحناها 10 دقايق للعجينة نستعمل الشوبك لنمدها. منمدها أول شي لفوق ولتحت، بعدين منفتلها، رد منرجع منمدها لفوق ولتحت كمان، يعني لازم ما نقلبها على الوجه الثاني. نعملها على شكل قرص دائري قطره 12 سنتي تقريبا، والأحسن إنه ما نضغط كتير على الأطراف وقت نمدها بالشوبك. وهيك منجهز باقي القطع. هلأ منحطها بصينية فرن ومنرشها أو مندهنها بالمي مشان ما تنشف، وبعدين منفوتها على الفرن لنخمرها على درجة 30 مئوية لمدة 40 دقيقة. وهيك صار شكلها بعد التخمير. وهلأ منجهز جبنة قشقوان أو أي نوع بدكم إياه، زيتون مقطع. منحط جبنة على العجين بالكمية اللي بدنا إياها. وبالنسبة للتخمير قبل ما نحط عليها الجبنة، إذا ما عندكم وظيفة التخمير بالفرن أو الميكروويف ففيكم تتركوها بحرارة الغرفة لمدة 40 دقيقة تقريبا، أو 50 دقيقة إذا كان الجو عندكم بارد. بس حاولوا تحطوها قريبة من شي دافي شوي، ولازم تغطوها بقطعة قماشة أو نايلون مطبخ مشان ما تنشف. بعد ما نحط الجبنة بنحط فوقها 4 أو 5 قطع زيتون، وبعدين بندخلها على فرن حامي وبنشويها على درجة 190 لمدة 14 أو 16 دقيقة. وهيك بتكون صارت الأكلة جاهزة عنا. مشان تطلع معكم العجينة ناجحة
أهم شي تخمروها مرة تانية قبل ما تحطوا عليها الجبنة، وكمان لازم تستعملوا طحين الخبز مو طحين الكيك أو الحلويات.